دائما الحاجة إلى إجابة. فانظر بماذا تجيب؟ إن كنت مقرا لله فتجيب، إن كنت رائعا لله فتجيب. ومن الذي سيسأله؟ ربك العظيم الكبير المتعالى. مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24 في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. نحن الآن في مسحة رقص البطل محمد مصري صائد الدبابات في حرب أكتوبر، والذي قام بتدمير 27 دبابة خلال حرب أكتوبر، والذي وحده الألمانية اليوم داخل مستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع مرض عن سن يناهز 76 عام. طبعا زي ما احنا شايفين بدء تلقي العزاء في البطل محمد المصري داخل قرية المصري التابعة لمركز أبو المطامير في محافظة الزهر. هنا الأهالي في انتظار وصول الجثمان. زي ما احنا شايفين بدء تلقي العزاء في بطل حرب اكتوبر، بطل محمد مصري، واللي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات اكتوبر قبل ايام. من الذي سيسأل الإنسان بعد موته؟ ملائكة عظام شداد لا يعلمون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يسألون الناس بماذا تجيب؟ إن كنت قد صيحت الأمانة، إن كنت قد صرفت. يعني الجثمان زي ما قلنا على وصول الان هنا داخل مصر راسه، وزي ما قلنا ان البطل توفى اليوم بعد صراع مع المرض داخل مستشفى المعادي العسكري. وهنا اهالي القريه واسرته في انتظار وصول الجثمان الان. ممن يمد يده ليأخذ أموال الناس كراهية.
انه مختشي، انه يسرق، انه ياكل الحرام وينبت من الحرام ويطعم اولاده الحرام. فمن غذي بالحرام اكلا وشربا ولباسا فالنار اولى بنا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاخلاص الاخلاص في العمل، الاخلاص في القول والعمل، فعلا مشاهدينا المتابعين كان ضيف مناطق 24 وزلنا معكم في يعني عزاء البطل محمد المصري صائد الدبابات في حرب اكتوبر، وزي ما قلنا اللي دمر 27 دبابه خلال حرب اكتوبر، واللي توفى صباح اليوم داخل مستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض. ويمكن زي ما قلنا البطل اللي كرمه الرئيس الفتاح السيسي خلال احتفالات اكتوبر قبل ايام، وهنا طبعا الاهالي في انتظار وصول البوسيه. صلى الله عليه وسلم وصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلي. تصلى والناس شايفاه، والنبي صلى الله عليه وسلم راه ولكن لم يعد الصلاه لانه نقرها أنا برضو شقيق البطل محمد المصري. طبعا المقال لله، المقال قبل الله، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له واجعله مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن عبادك. الفقيد بقى داخل المستشفى امتى وكان بيعاني من ايه؟ والله هو من ساعه ما كرمه الرئيس السيسي هو كرمه تعبان جدا، وطبعا الرئيس السيسي كرمه خلال احتفالات اكتوبر اللي فاتت اكتوبر، وطبعا امر وزير الدفاع امر بعلاجه على نفسه القوات المسلحه، ومن ساعتها وهو في المستشفى راح المستشفى العسكري اللي هو في المعادي. يعني بعد الاحتفال دخل المستشفى على طول. كان بيعاني من ايه؟ يعني كان تعبان من الكبر السن والكبد والحاجات دي. ده كان يعني كان بيعاني قبل كده ولا ديت يعني؟ والله هو طبعا يعني الكبر السن، هو كان طبعا عنده السكر، وكان طبعا وكان بيدعوه في احتفالات اكتوبر كل سنه والعشر من رمضان. وكان بيروح طبعا، البطل كان بيروح طبعا. وده كان داخل طبعا تكريم للبطل طبعا. طبعا هو كان مركز اللي هو اخر تكريم له كان الشهر اللي فات. كان الشهر اللي فات. بس هو طبعا الفقيد اصلا من يعني محافظه الشرقيه. هو من قريه شمبارك من جلم، مركز ديار بنجم محافظات الشرقيه. وقعد بقى هنا في ابو مطمئن. قعد هنا في ابو مطمئن. يعني ايه سبب ان هو ما هي المكان ده مكان جدي، جه هنا من سنه 52. لما جه من سنه 52 ده جد حضرتك اللي هو في 52. طبعا استوطنوا هنا وقعدوا هنا واشتروا هذا المكان والارض. وطبعا هو كان متجوز من هنا، متجوز بنت خالي، زي بنت خالي بنت خاله وعمي من هنا من ال طبعا اتجوز ومن ساعتها بقى له فتره وهو مكث. عنده كام ابن بقى؟ عنده حسام معاه كليه بكالوريوس زراعه، وعنده هشام انت بالك انت شغال في ال شغال في اسكندرية. وطبعا عنده علية متجوزة من الأستاذ علي ومخلف طبعا هنا في المطمية. يعني عنده ولدين وبنت. ولدين وبنت. ولدين وبنت. وزوجته موجودة؟ زوجته موجودة بس تعبانة هناك. مريضة. مريض. وبنته موجودة. يلا طبعا يعني الله يرحمه وسامحه طبعا. يعني كان شخصية محترمة جدا. وكان محبوب جدا يعني. مش لا وعمره
ما بيطلع على الحكام تحمل كثير جدا، ولا كان بيتعصب ولا كان بيعمل مناوشات، كان عنده صبر وقوه تحمل صعب جدا. ربنا يجعله في ميزان حسناته، ربنا يجعله في ميزان حسناته، ونحتسبه من الشهداء ان شاء الله. يعني نحتسبه من الشهداء ان شاء الله. نعم يعني ده طبعا كان يعني الشقيق البطل محمد المصري، كلمنا عن البطل وعن مرضه وعن اسرته ايضا. يعني مشاهدي ومتابعي كاير لايف قناة القراءة 24، يعني نحن ما زلنا معكم داخل قرية المصري، وعندنا شكرا طبعا شايفين يعني عزاء الراحل. عزاء البطل محمد المصري صائد أبو الدبابات في الأرض الدنيا. صلي والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في الأحاديث الما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ونحن نستعجل عشان ايه؟ نستعجل عشان الصحراوي، نستعجل عشان الشيشه، واللي يستعجل عشان يقعد يقول هاي والكلام وخيبه ويمين، نستعجل ايه؟ ادي الصلاه على وجهها ساعتها تجد ان صلاتك هذه الصحيحه المقبولة عن المنكر وتأمرك بالمعروف. يعني لحظة وصول الجثمان يعني مشاهدي ومتابعي كاير لايف قناة القراءة 24، الآن وصل جثمان البطل محمد المصري داخل سيارة الإسعاف. اهدوا يا جماعة، اهدوا يا جماعة، اهدوا وسعوا، خلي الجنازة تنزل، وسعوا خلي الجنازة تنزل. يا ابني وسع. مسجد القرية تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليه. افتح الطريق يا ابن الله، افتح الطريق. مشاهدي ومتابعي كاير لايف قناة القراءة 24، هنكون معاكم على مدار اليوم بتغطية مستمرة من هنا من قرية المصري، حيث تشييع جثمان البطل محمد المصري صائد الدبابات في حرب أكتوبر.